واحد بيقول أرجو إيضاح عبارة إذ ملأت الكل بلاهوتك التي تقال في صلاة الصلح بالقداس غريغوري، وهل الملء هنا يعني ملء الإنسان باللاهوت؟ ما فيش إنسان يمتلئ باللاهوت أبدا، الوحيد الممتلئ باللاهوت هو السيد المسيح له المجد، كما ورد في كولوسي 2:8-9: المسيح الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. لكن اعتقد ان ترجمه العباره دي محتاجه تتصلح شويه، يعني اذ بلاهوتك ملأت الكل، يعني بقوه لاهوتك ملأت الكل، مش ملأت الكل بلاهوتك. وطبعا ملأتهم بحاجات كثيره، يعني ملأتهم بالنعمة، ملأتهم بالقوة، ملأتهم بأي حاجة، لكن مش ملأت الكل بلاهوتك، يعني ملأت الكل من اللاهوت، لا. ثم إذا كان الكل ممتلئين باللاهوت يبقى لا يمكن يخطئ ويبقى بقى